اتنين مدينة إدلب والخوذ البيضاء، القصة الكاملة حتى الآن. في سوريا إدلب دلوقتي بقت موجودة في جميع النشرات، موجودة في جميع الصحف، في جميع المواقع. حديث السياسة الآن هو مدينة إدلب، ما الذي يجري في إدلب؟ إدلب موجودة فيها قوات كتيرة، جيوش كتيرة جدا، وكلام عن اقتحام للمدينة في أوقات قريبة. إدلب تسمى إدلب الخضراء لأن في مروج خضراء رائعة موجودة في المدينة، وإدلب لها تاريخ كبير جدا ضمن الدولة والثقافة والحضارة السورية. لكن منذ الأحداث في سوريا بقى في إدلب موجودة جبهة النصرة اللي هي تنظيم القاعدة اللي هي هيئة تحرير الشام، وموجود أيضا تنظيم الجيش الحر، وموجود جماعات مختلفة، الكل في إدلب. والجيش السوري بيقول إن هو هيقتحم إدلب لأن ده آخر معقل لجماعة النصرة موجود في هذا المكان. أمريكا موجودة، روسيا موجودة، تركيا موجودة، تنظيم الجيش الحر موجود، تنظيم جبهة النصرة أو اللي هم هيئة تحرير الشام موجودين، وموجود أطراف أخرى دولية في هذا الإطار. فما الذي يجري؟ نمرة واحد، أمريكا. أمريكا بتقول إن روسيا غرقت في سوريا وإنها مش هتعرف تخرج من هذا اليم، وإنه الوضع اللي موجود في سوريا أصبح وضع مأساوي بالنسبة لروسيا. روسيا ردت وقالت أمريكا هي اللي غرقانة في العراق وغرقانة في أفغانستان، وإحنا عارفين بنعمل إيه في سوريا. الأمريكان كمان قالوا إنهم قلقين على المسلحين اللي موجودين في منطقة إدلب. الروس ردوا وقالوا هم كده قلقين على تنظيم القاعدة. الأمريكان قالوا مفيش إطار للحل إلا جنيف، وفي إطار جديد أو جولة جديدة في جنيف سبتمبر 2018. والروس قالوا الإطار بتاعنا اللي هو روسيا تركيا إيران المحور الثلاثي هو الحل. دي الرؤية الأمريكية. الرؤية الروسية إنه الأمريكان مش عايزين يحلوا وعايزين بقايا القاعدة موجودين في إدلب، ودلوقتي بدأت جماعة الخوذ البيضاء اللي هم خاصين بالدفاع المدني وفي جدل حواليهم حسب روسيا وحسب الحكومة السورية بيخرجوا إلى إدلب الآن ومعهم غاز الكلور علشان ممكن يستخدموا ده ويتم اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب. ده كلام الروس وكلام الحكومة السورية. الجيش الحر بقى، تنظيم الجيش الحر هو اللي مصدوم لأنه كان عنده أفكار ديمقراطية وأفكار حداثية وأفكار ثورية، لكن فوجئ إن حلفائه أو على الأقل القوى الموازية ليه زي جبهة النصرة بيتهم أنها تنظيم خائن. وبيقول إنه الجولاني أبو محمد الجولاني لما ظهر في الساحل السوري في صور، ده علشان يقول للروس أنا موجود هناك ويدي مبرر لروسيا انها تضرب هناك، وده كده ورقه ممتازه للروس وللوزير لافروف لما يقعد مع الامريكان يقول لهم ادي الجولاني موجود وادي القاعده موجودين وادي الارهاب موجود، احنا هضرب الارهاب في ادلب. ده كلام تنظيم الجيش الحر اللي هو بيقول القاعده طلعت خاينه وطلعت ضد المصلحه الثوريه او المعارضه السوريه، وان هم من الاول كانوا بيشتغلوا ضد الثوره السوريه. ده كلام تنظيم الجيش الحر اللي بقى على خلاف كبير جدا مع تنظيم القاعدة اللي بيتهم تنظيم بالخيانة. تركيا، تركيا موجودة وتركيا بتلعب لعبة مركبة، هي متفاهمة جدا مع روسيا، متفاهمة جدا مع إيران، وبالتالي ضمنا متفاهمة مع الحكومة السورية، لكن في نفس الوقت عندها علاقة قوية جدا بتنظيم القاعدة جبهة النصرة. ونقاط المراقبة التركية اللي موجودة في المكان، في كلام الروس بيقولوا إن هذه النقاط التركية بتحمي جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام اللي هو تنظيم القاعدة. وقريب كان في باص في ممثلين أتراك منهم ممثلين في مسلسل وادي الذئاب، جبهة النصرة وقفوهم في حاجز واعتقلوهم. جات مكالمة من وحدة مراقبة تركية
طلعوا الممثلين اللي كانوا موجودين وكملوا طريقهم، وده معناه ان في تنسيق كبير بين تركيا وبين تنظيم القاعده في ادلب حسب الروس وحسب الحكومه السوريه. وسط ذلك بقى كلام روسيا بتتكلم انه منظمه الخوذ البيضاء وديت منظمه غير رسميه للدفاع المدني ظهرت سنه 13. بنلاقي كلام كتير جدا الخوذ البيضاء، هم مين دول؟ دول ناس عملوا منظمه سنه 2013. هذه المنظمة بدعم أمريكي، أول دعم حوالي 30 مليون دولار أمريكي، بعد كده دعم بريطاني وأوروبي، وتلقوا تدريب في أمريكا على أعمال الإغاثة والإنقاذ. بيقولوا إن هم مات منهم 150 حد، وإن هم أنقذوا أكثر من 100 ألف إنسان وقاموا بدور عظيم. الأمم المتحدة بتقول هم رجال شجعان، وإن هم أنقذوا كتير جدا في الحرب الأهلية السورية. الاتحاد الأوروبي لما لقاهم بقوا في وضع صعب جدا في بعض الأوقات هربوهم على إسرائيل، وسيادتهم الأردن، من الأردن إلى دول كثيرة جدا. طبعا ده خلى فيه شكوك كثيرة، إزاي هم يطلعوا على إسرائيل ومن إسرائيل إلى دول أخرى، وإزاي إن هم إسرائيل ساعدتهم في الخروج من سوريا، وكمان التمويل الأمريكي البريطاني. ده اللي خلى الرئيس السوري يقول لصحيفة أمريكية إن ديت منظمة ممولة بريطانيا، وانه بيتهم الرئيس السوري منظمه الخوذ البيضاء ان لها علاقه بتنظيم القاعده وانها جناح اجتماعي او جناح اغاثه لجبهه النصره. الروس بيقولوا ان هم الجماعه دول الخوذ البيضاء هم اللي كانوا ورا تلفيق استخدام السلاح الكيماوي، وان هم دلوقتي طلعوا على ادلب علشان يستخدموا مره اخرى السلاح الكيماوي، فالامريكان يضربوا سوريا من جديد، وان هم اداه في ايد الغرب. انما المنظمه بتقول ده مش صحيح، والامريكان والاوروبيين بيقولوا غير صحيح. الاتحاد الاوروبي والامم المتحده بيقولوا دول ناس كويسين جدا وشجعان، وخدموا ناس كتير جدا داخل سوريا، ومش صحيح ان هم عملاء او ان هم بيشتغلوا عشان يقوموا بتزييف حقائق أو فبركة استخدام أسلحة كيماوية، وإن النظام هو الذي استخدم الأسلحة الكيماوية. ده الجدل الخاص بالخوذ البيضاء، روسيا والحكومة السورية في جانب، اتحاد أوروبي الأمم المتحدة أمريكا بريطانيا في جانب. هؤلاء يقولون اللي هم الغرب إن دول رجال شجعان، وهؤلاء يقولون روسيا وسوريا إن دول جناح لجبهة النصرة، وإن هي جماعة عميلة بتفبرك استخدام أسلحة كيماوية. إذا مجمل المشهد إن إدلب اللي هي المدينة الخضراء التي كانت آمنة قبل سنوات دلوقتي مسرح لأحداث كتيرة جدا، عمليات كتيرة جدا كلها صعبة للغاية، وإن كتير جدا من السكان بدأوا يهاجروا من إدلب ويخرجوا من إدلب انتظار العمليات الصعبة المحتملة في هذا المكان. هل ده يؤدي إلى جبهة النصرة تنتهي في إدلب؟ هل معناه تنتقل إلى مكان آخر؟ هل معناه إحياء بقايا داعش في مكان جديد غير إدلب؟ هل معناه أنه يتم استخدام أسلحة كيماوية؟ هل معناه أن لا يتم استخدام وإنما يتم اتهام سوريا باستخدام أسلحة كيماوية؟ كل هذا الجدل، كتير من اليقين مش موجود، وكتير من الشك هو اللي موجود، ومساحة الظلام أعلى من مساحة النور في هذه المنطقة التي باتت صعبة للغاية في العالم العربي. في توضيح ما ذهبنا إليه من شرح وتحليل بعض الفيديوهات، هنشوف إدلب بقى، إدلب الخضراء قبل كل هذه الصعوبات ما تواجه هذه المنطقة الرائعة. إدلب أيام الوحدة المصرية السورية، الرئيس جمال عبد الناصر زار إدلب، مصريين كتير جدا كانوا بيتابعوا الآلاف وهم يحتشدون تحية الرئيس جمال عبد الناصر. دي إدلب في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. إدلب بعد الحرب الأهلية السورية رصاص ودماء في كل مكان.